أنا أبي عودة، هذه مشاركتي في منظمة دبي الرابعة بموضوع بعد الصحوة العربي النساء والمجتمع المدني والقيادة في العالم العربي الجديد. أنا حابب أجاوب على السؤال الثالث اللي بيحكي هل يقود الصحوة العربي إلى تغيير اجتماعي فيما يخص النساء؟ في البداية الجواب اللي بحب أحكي إنه مش بالشرط أو على الأغلب لا، على أساس إحنا زي ما بنعرف إنه في معظم المحلات اللي عمال بصير فيها الهبات الجماهيرية أو بين قوسين الصحوة هي احنا بنحكي على محلات كانت مقموعة فيها مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية التقدمية، فعمليا بالمعظم الناس طلعت على الشوارع نتاج تراكم من الضغط والقمع الموجود عندها. هذا مش بالشرط بيحكي انه في فكر تقدمي خاص ممكن يدعم القضية النسوية بالعالم العربي بشكل عام. الدور الاهم ممكن كيف ممكن احتواء اللي عماله بصير والحراك اللي بصير في كل الدول العربية قبل سيطرة على سبيل المثال العشائر على البرنامج السياسي في ليبيا أو رجعة الأطر الدينية زي رجعة الغنوج على تونس. هذه تفاصيل كتير مهمة اللي ممكن الواحد إنه يأخذها بعين الاعتبار قبل ما إنه يحدد اللي عماله بصير ممكن يحقق تقدم بوضع المرأة أو لا. مقارنة صغيرة على الوضع الفلسطيني بالانتفاضة الأولى، كان في حراك كتير قوي للمرأة الفلسطينية نتيجة قمع الاحتلال،